الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قال الله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. طبعا العلماء قالوا هنا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، إذن ساحة الوغى، وقلنا بأن في ساحة الوغى السنة تنقلب إلى فرض إلى واجب، السنة تنقلب إلى فرض إلى واجب، أو قل فرض الكفاية يكون فرض عين بأمور منها هذا، وهو أن الإمام النفير يكون من الإمام، فوجب السمع والطاعة لولي الأمر، وجب السمع والطاعة لولي الأمر، ويكون هنا صار فرض عين على كل من استنفر أن ينفر، كما قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. نعم. قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هنا الله تعالى يختبر القلوب وصدق القلوب في الجهاد في سبيله، تقاتلونهم أو يسلمون. واختلف العلماء من هؤلاء الذين عناهم الله جل في علاه بقوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. أولي بأس شديد كانوا الفارس، أهل فارس الفرس، وقيل الروم أيضا، وقال بعضهم أنهم هوازن وأسد وغطفان كانوا أيضا من أولي البأس الشديد. فقال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقالوا ثقيف، وقال بعضهم بنو حنيفة، وهو أصلا بعض العلماء يقولون قد ظهر لنا في قول الله جل وعلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، أن هؤلاء أصحاب مسيلمة الكذاب، لأن الذي استنفرهم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقاتل مسيلمة حتى رفعه الله جل وعلا وأظهره الله عليه. طبعا كعب الأحبار قال هم الروم، لأن الإشكال هنا الكلام على أن البأس الشديد، من البأس الشديد؟ بالعدة والعتاد، يكون البأس الشديد لا يعرف إلا بالعدة والعتاد. وقال مجاهد هم أهل الأوثان، قال مجاهد هم أهل الأوثان، هؤلاء أولو بأس شديد. وكما قلت أن بعضهم قال بأننا علمنا من هم أولو البأس الشديد بمقاتلتنا لمسيلمة، وأن أبا بكر رضي الله عنه استنفر الناس. أنا أعرف وربي أعرف، أنت لعلك ما سمعتنا عندما سئلنا عن سوريا وسئلنا عن فلسطين، أجبنا عن ذلك يا أحمد، أجبنا عن ذلك، ويعلم الله جل فعلا، والله أعلم بالقلوب. نسأل الله أن يجعلنا جميعا نصرة لدين الله جل في علا. وإلا قد تكلمنا عن النصيري الكافر، وتكلمنا عن اليهود، هم أعدى أعداء الله جل في علا. اللهم انصر عبادك المؤمنين رب العالمين. قال تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، يعني شرع لكم جهادكم والقتال تحت راية الإسلام، ولا بد أن يكون القتال تحت راية ولي أمر، تكون راية معلومة وراية صحيحة، وولي الأمر هو الذي استنفر الجميع، فيقاتلون جميعا تحت ولاية أو تحت راية ولي الأمر، فلا زال القتال والجهاد مستمرا عليهم، ويكون النصرة لكم في نهاية الأمر، لأن الله على حتى لو جعل الأيام دول لحكمة بليغة، لأن الله يختبر العباد في بلاءات بتنزل على العباد من مواقف معينة، ليختبر الصادق من الكاذب، يختبر المخلص من المنافق، يختبر من صاحب الهوى من الإخلاص. هذه مسائل كلها الله أعلم بقلوب العباد، فيغرب هذه القلوب، يجعلها ترتجف، يزلزل القلوب حتى تظهر المعادن الأصيلة من المعادن المدخولة. فلذلك تكون المقاتلة بعد المقاتلة، تقاتلونهم فيصبرون على ذلك. شوف هم يصبرون، قال الله تعالى ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. شوف الفارق بقى هنا، وترجون من الله ما لا يرجون، وفي النهاية النصر لكم، فاصبر ان العاقبة للمتقين. او يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال باختيار. ثم قال تعالى فإن تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا، يعني ان تطيعوا تستجيبوا لاستنفار ولي الامر فتنفرون جهادا ثقالا وخفافا، وأن تؤدوا الذي عليكم إرضاء لربكم وإخلاصا لوجهه الكريم، يؤتكم الله أجرا حسنا. إذن أنت لما تقدمت للجهاد؟ يقال مجاهد، تقدمت للغنيمة، تقدمت حمية للوطن، تقدمت لله جل في علا، كل ذلك يمحصه الله جل في علا. وأعلموا أن ما كان الله دام واتصل، وما كان الغير الله انقطع وانفصل. المسألة كلها من تحرك حقا لله جل في علاه جعل الله الخير كل الخير على يديه، وبلغ ما يتمناه وما يرجوه
ولئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، يكون بلا قتال فيسلم الرجل على يديه ويدخل الاسلام. يقاتلونهم وعند القتال عندما ارادوا نصر الدين لا جل فعلا. الصحابه رضوان الله عليهم ما قتلوا لدنيا ولا لغنيمه ولا لغير ذلك من الامور التي تستهوى الانسان، لذلك مكنهم الله من الدنيا باجلها باسرها. انظروا عندما جاء لطائفه من الصحابه، هم خير الناس على الاطلاق، ما من احد الا وازل، وهم خير الناس على الاطلاق، جاءت لبعض طائفه ارادوا الدنيا، بعض طائفه منهم ارادوا الدنيا. فلما ارادوا الدنيا ماذا حدث؟ الله تعالى كشف ذلك، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم على الجميع، من اراد الدنيا ومن اراد الاخره. وهذه رحمه الله بالعباد، هذه رحمه الله بالعباد. ولذلك قالوا الغنيمه الغنيمه، فماذا حدث؟ قتلوا 70 من الصحابه، كاد النبي يقتل في هذا اليوم فقط لطلب الدنيا، والمساله ما كانت للاخره، او في لحظه من اللحظات قالوا الغنيمه الغنيمه. فحدث ما حدث لمخالفه النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال لو وجدتمونا قد تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، لكنهم ما اخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان تطيعوا، نعم الله جل وعلا، يعني في الجهاد واستنفار ولي الامر، وتقاتلون من اجل رايه لا اله الا الله، وترفع الرايه وانتم تحتها تقتلون، انتم ارفع الناس، يؤتكم الله اجرا حسنا. والاجر الحسن هنا كما قال علماؤنا هي الجنه، الاجر الحسن هنا الجنه. وان تتولوا كما توليتم من قبل، يعني يوم الحديبيه لما دعاكم يوم الحديبيه وقد توليتم، وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. وهذه بيان على ان التولي يوم الزحف من الكبائر، هذه بيان على ان التولي يوم الزحف من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من السبع الموبقات المهلكات، من السبع الموبقات المهلكات التولي يوم الزحف. قال والتولي يوم الزحف. قال الله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. ثم بعد ذلك اظهر الله الاعذار الشرعيه، فالاستثناءات تتاتى، لان الشريعه شريعه رحمه ليست شريعه عذاب. الشريعه هنا شريعه رحمه ليست شريعه عذاب. ابشر يا احمد ابشر، اسال الله ان يحفظك، الله يعلمنا اياك ويعلمنا اياك الصدق والاخلاص. فذكر الله جل في علاه الاعراض او الاعذار التي ان عرضت يسقط الوجوب العيني على المكلف، منها العمى والعرج المستمر، وايضا عارق المرض الذي يطرا اياما ويزول، لكن يطرا هذا المرض في وقت القتال، فهو في مرض ملحق بذوي الاعذار، فعندما يشفى هو اعلم بنفسه لابد ان يستنفر، لابد ان ينزل تحت الرايه، لان الله قال سبحانه جل في علاه: على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. وقيل ان ام مكتوم لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فجاءه ام مكتوم فانزل الله عليه: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. شوفوا على المريض، هو المريض الان ليس المريض بالزمانه، لان البعض جعل المرض هنا هو المرض بالزمانه، لا، ليست المساله بالمريض بالزمانه، ليس المريض بالزمانه، لا، هنا المرض يلحق المريض بذوي الاعذار، فان ارتفع المرض رجع الحكم عليه. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار وما يتولى يعذبه عذابا اليما. اذا بعد ما بين الاعذار قال ما يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. وطاعه الرسول طاعه مستقله، معناه هنا الان قال ما يطع الله ورسوله، لان في الاصل انها طاعه واحده في هذا الباب، قال يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. وطاعه الرسول من طاعه الله جل وعلا، كما قال الله تعالى ما يطع الرسول فقد اطاع الله. وهنا جاءت على النصره، ونصره النبي نصره لدين الله جل وعلا. ونصرة الله بنصرة نبيه، بنصرة دينه، بنصرة سنته. يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ليست جنة واحدة بل هي جنات. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. قال ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. الذي يتولى كما قلنا فإنه قد تنكر الصراط وخسر خسرانا مبينا. ثم جاء بعد ذلك فقال لقد رضي الله عن المؤمنين، اللهم اجعلنا ممن ترضى عنهم وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة، كنا نأخذ هذه الآيات، نعم لا نتركها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واتاهم فتحا قريبا. قلنا بان الله تعالى رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم اهل بيعه الرضوان،
عندما وهذه الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. روى البخاري عن طارق أن عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان. فأتيت سعيد بن مسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. وقوله تعالى فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والإخلاص. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تعلمون أن عمر الخطاب قطعها من أجل حفاظا على التوحيد. تعلمون حفظ جناب التوحيد هو من الأهمية بمكان فقطعها لأنهم كانوا يتبركون تحتها ولذلك علم أن المسألة ستصل إلى الاعتقاد. لذلك قطع عمر بن الخطاب حفاظا على جناب التوحيد. لذلك قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل بايع تحت هذه الشجرة وطبعا عثمان بن عفان بايع. والمبايعة كانت الأصل فيها ما هي؟ الأصل فيها أنه الله أكبر. الله أرضى عنك. الله أرضى عنك يا أحمد. جزاك الله خيرا. جزاك الله كل خير. فهنا الأصل أن عثمان انتشر أنهم قتلوه فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال بايعهم على الموت وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع قط على الموت لكن بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليس ما بايع على الموت لكن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إذا كل إنسان يأخذ على قدر ما في قلبه. قال فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والإخلاص والسمع والطاعة فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم وما حصله من العز والنصر والرفعة والتمكين وإعلاء الكلمة والمغانم الكثيرة التي يأخذونها. هذا من الله جل في علاه كان شكرا من الله لهم على أنهم صدقوا الله ما وعدوا وعلى أنهم أخلصوا لله جل في علاه نصرة لدين الله. ما أعز الإخلاص وما أنضره وما أحوجنا إلى الصدق والإخلاص دون التحايل والالتفاف وأيضا الكلام على نصرة الدين والمآرب أخرى في القلوب لا يعلمها إلا الله جل في علاه. فلذلك على المرء أن يعاهد قلبه دائما ويعني أعظم الناس في ذلك خطرا هم أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة عالم ومجاهد ومتصدق. فالمسألة دائرة على القلوب. فمن صدق الله صدق الله جل في علاه ومن أخلص إلى الله جل في علاه فإن عاقبته تكون له أو العاقبة تكون له. المسألة دائرة على الإخلاص والصدق وإن من صدق الله صدقه الله جل في علاه وأن من أراد شيئا حقا إخلاصا لله جل في علاه يحصله بشرط أن يكون صادقا في الطلب عند الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر. هذه الشريعة الغراء رحمة بعباد الله جل في علاه ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. مدار النجاة ومدار الرفعة ومدار السكينة ومدار العز والتمكين ومدار العز والشرف مداره على القلب. إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. وإن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.